لا تحال. نصح لك، مجلس جمعية العمل نعم، اجتمع الجزائريون الأعضاء المنضوون في الاتحاد. تحت لواء الاتحاد نعم العالمي للعلماء المسلمين. نعم هؤلاء هم الذين اجتمعوا، وعندما اجتمعوا كان الجامع المشترك بينهم هو الأسف والحزن والقلق من هذا الذي صدر من أخ ريسون. ثم بعد هذا الشيء كانت هناك احتمالات. هذه الاحتمالات أننا طلبنا من قبل من الأمين العام للاتحاد العالمي الدكتور علي قرداغي، قلنا له لا بد أن يكون موقفه واضحا وموقف الاتحاد أيضا يجب أن يكون واقفا واضحا. موقف الاتحاد عندما تكلم الشيخ علي القرداغي في القناة الدولية أظن ولا في القناة من القنوات كان واضحا، قال نحن نكن للشعب الجزائري كل الود وكل التقدير ونتفهم موقفه ولا ليس لدينا أي كذا، ومواقفه بالنسبة لقضية فلسطين وكذا تستحق إعجابنا، ونحن سبق وأن أشلنا بهذا الموقف، كما أننا أدنا موقف المغرب أيضا من قضية التطبيع وقضية كذا. هذا كلام الأمين العام للاتحاد العالمي. نعم. لكن عندما طلع البيان وقال لقد ألزمنا الشيخ علي أحمد ريسوني بأن يقدم اعتذارا كتابيا للشعب الجزائري على ما قاله ورفض، لكن ما قدمه كان مخيبا للأمال، لم يستطيع أن يتخلص من العباءة الأولى التي تقمصها عندما أدلى بحديثه الأول. نعم. وهذا ما أحزننا. كل هذا الشيء، كل هذا احنا بحثناه في اجتماعنا. والاحتمالات التي كانت هي الاتجاه نحو تجميد عضوية أبناء الجزائر الأعضاء في الأعضاء في الاتحاد العالمي إن لم يقوم الاتحاد العالمي بتجميد عضوية رئيس الاتحاد. لماذا؟ لأنه أثبت أولا بعدم تقديم الاعتذار المكتوب والواضح، وثانيا لأنه أبان عن خفايا لم نكن نعلمها من قبل. أي خفايا تتحدث عنها؟ والخفايا هي تتناقض مع موقف الاتحاد العالمي الذي يوحد ولا يعدد ويصون ولا يهدد، وبين القناعات الخاصة به كقوله بأن الصحراء مغربية وأن كذا، هذا كله. لكن الأخطر من هذا كله هو أنه هاجم دولة شقيقة هي موريتانيا، وقال بأن كانت لم تكن موجودة. نعم. كدولة مسحها من الوجود، يعني حكم على محوها من الموجود. هذا يعني كلام. نعم. خطير جدا.